من اعضاء مادنس فيبر جروب، مادنس فيبر شانل. خلصنا بقى من مادنس فيبر جروب ده، لان احنا غيرنا اسمه بقى التدخين الالكتروني. بصوا بقى، النهارده انا جاي لكم، النهارده هنعمل ابديت للفيديو بتاع الليميتلس الاكس ال. فاكرين التانك ده والعيوب اللي كانت فيه واستيائي ومدى استيائي منه؟ للاسف انا كنت غلطان. ليه؟ هنقول دلوقتي ليه. التانك ده كان بيسخن جامد جدا 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 في اول تشغيل ليه. انا كانت مشكلتي معاه ان انا غلطت تقريبا وعملت له الريفيو اون ذا سبوت معاكم قدام الكاميرا. يعني ايه؟ يعني فتحت واتكلمنا عليه وبعد كده جربنا السي 4 مع بعض لو تفتكروا الفيديو، وانا هسيب لكم لينك في الفيديو من تحت للي عايز يتفرج على الفيديو الاولاني. التانك كان سخن سخونية غير طبيعية، وصل لمرحلة ان انا ما كنتش قادر المسه على شفايفي، وده كان اول تشغيل للكويل. المود نفسها كان على نفس المود دي، كنت برضو بجربه، والمود نفسها كانت سخنة جدا في التوقيت نفسه. فللأسف انا بقى عندي مشكلة مع التانك شخصيا، لان انا مش بحب التانك اللي بيسخن ولا اللي بيسخن المود للدرجة اللي كانت بتسخنها دي. اديت التانك فرصة تانية، وكان معايا حد من اصحابي، وكنا عايزين نجرب التانك تاني، لان هو بيقول لي ازاي التانك بيسخن للسخونية دي وانت الفيديو يعني كان ناقص بس ان انت يعني تكسر التانك قدام الناس. وفعلا انا كنت شلت التانك وسبته على جنب وقلت ايه، انا مش هجرب تاني الكويل. وكنا هنعمل الابديتنج فيديو ده على الار بي ايز بتاعته، على اساس هنديله فرصة تانية نشوف ايه اداؤه في الار بي ايهات السنجل والدول. لما رحت جبت التانك تاني وهو لسه جواه الكويل السي 4، واديته لصاحبي عشان يجرب على نفس الوات اللي انا كنت شغال عليه المية، وبياخد تشين فيب، قعد يشرب يشرب يشرب. المهم بيديني التانك، لقيت المود مش سخنة، والتانك ذات نفسه مش سخن، نفس السخونية اللي انا قابلتها اول تشغيل للكويل. فبقى في علامة استفهام هنا، ايه اللي حصل اول مرة؟ طيب فدخلت قعدت اقرا واشوف وادور على الناس بتقول ايه على الليمتلس وعلى السخونية بتاعت الليمتلس الاكس ال. لقيت ان الناس اكتريتها والريفيورز اكتريتهم بيتكلموا في ان تشغيل التانك الكويل سوري بتاع السي 4 اول تشغيل ليه بيحصل منه السخونية القوية دي جدا. المهم ان انت اول ما تشغله وتملى الليكويد بتاعك وتشغل، تاخد بفات هادية على مسافات متباعدة، بعد كده اديله 10 دقايق من الاداء ده او 20 دقيقة من الاداء ده، وهم تقريبا ده التوقيت بتاع الفيديو اللي انا كنت شغال فيه، وكنت عمال فيب تشين فيب تشين فيب تشين فيب ورا بعض ورا بعض ورا بعض. فالتانك سخن للدرجة اللي انتوا شفتوها، او اللي ما شافهاش ممكن يتفرج على الفيديو. فالناس بتتكلم على ان ده اول تشغيل ليه لمدة 10 دقايق. فبعد كده قلت اجرب تاني، لقيت التانك في منتهى الجمال. فليفر انا كنت ساعتها قلت ان الفليفر بتاعه حلو، بس ما كنتش قادر اجامل التانك اكتر من كده، لان كان سخنيته غير طبيعية ان اي حد يقدر يحطه على شفايفه. فانا ما بقتش مصدق ان ممكن التانك يوصل للسخنية دي، بس لقيت ان الفليفر في منتهى الجمال، لقيت ان الكويل اداؤه رائع. مشكلتي الوحيدة معاه موضوع النور الاحمر اللي بينور من تحت ده. بس تعالوا بقى خلونا يعني ندي التانك حقه ونعتذر من اي جوي. انا عن نفسي شخصيا بعتذر ان انا قلت على التانك بتاعهم مش كويس، بس هو فعلا تانك يحترم وتانك اداؤه رائع، هتشوفوا دلوقتي الفيب برودكشن بتاعه. ده بخصوص الكويل. تعالوا بقى نتكلم على الار بي ايز. ده الكويل السنجل بتاع الليمتلس الاكس ال، هنشغله دلوقتي نتفرج على اداؤه مع بعض، هنعمل له ويكينج عشان نحكم على الار بي اي بتاعه الليمتلس الاكس ال. هو بينور من جوه لبره وبيقفل من بره لجوه مظبوط. كمان مره اهو من النص لبره. هنسيبه يبرد على ما نجيب قطنية ونقص الحتة اللي احنا هنحتاجها.
اهي القطنة بتاعتنا. خلونا دلوقتي ندخلها جوه الكويل ونتفرج على الويكينج بتاعه ازاي بيتعمل. انا عايزه يبقى واصل لي هنا في الشانل، ابقى شايفه من هنا، يعني اما انزل القطنه يبقى باين لي زي المقص كده، زي ما انا شايف المقص هنا. فانا هقيس كده اهي، وصلت عندها اهي، هاخد عندها. كده عملنا الويكينج بتاع الديك السنجل. دي الدول اللي هنعمل لها دلوقتي ويكينج. هنجيب قطنتين ونرجع نحطهم جوه الكويل، ويبقى كده عندنا الار بي اي الدول جاهزة والسنجل جاهزة عشان نشوف البرفورمانس بتاعتهم. ادي القطنتين اهم، هنحطهم دلوقتي في الكويلز اهو. حطيت اول قطنة اهو، هنحط القطنة التانية دلوقتي. فانا هنقص بقى ايه لحد عندهم هنا اهو كده، نقص الحتة دي. كده احنا جاهزين، عملنا الويكينج بتاع السنجل وعملنا الويكينج بتاع الدول. هنطلع دلوقتي نتكلم على البرفورمانس بتاعهم كل واحد لوحده. هاخد السنجل هركبها في الديك بتاعتها، واجيب الليكود واحط الليكود عليه. التانك ده على فكرة، على قد ما كنت مستاء منه على قد ما عجبني. حطينا الليكود بتاعنا اهو، وهنطلع نتكلم عليه. يلا بينا. خبر اسود، شكله مرعب. اوعى. هنتفرج دلوقتي على اداء السنجل كويل. انا جربت الاتنين وقعدت بيهم يومين، كل واحد يوم، على اساس اشوف مين احلى ومين اداؤه احلى وايه اللي بيحصل مع التانك. التانك طبعا حرارته طبيعية جدا، بيشتغل ابتداء من الخمسين زي ما هم كاتبين لحد الميتين وستين. ده بالنسبة للار بي للكويل. دي نقطة تانية انا لما شربت صحيح نسيت اقول لكم.
لما جربت وشربت على ولقيته ما بيسخنش كده، كنت بشرب على 100 اللي هي نفس اللي انا كنت بشتغل عليها في الريفيو، لقيت ان انا ممكن اعلى عن كده بكتير، وبرضه ستيل هو ما بيسخنش السخونية القاتلة دي ولا بيعمل اي مشاكل، شغال في منتهى الجمال. نرجع تاني لهنا، الكويل سنجل اللي موجود معانا هنا هو 0.2، انا بشربه على 75 واط. تانك الفيب برودكشن بتاعه غير طبيعي، الدليفر النيكوتين دليفري بتاعه رائع، بيوصل الهات بتاعت النيكوتين، بيخليك دماغك مظبوطة من نفسين ثلاثة، مش محتاج اكتر منه. التانك رائع بكل معنى الكلمة بجد، انا كنت مستاء منه جدا، دلوقتي تقريبا ما بشيلوش من على الموت. واللي جرب او اللي خاض التجربه بعد الفيديو اللي انا كنت نزلته وكنت مستاء منه جدا، اكيد في ناس قلقت انها تشتريه، وفي ناس بعتت لي كتير على البيج بتسالني على التانك وايه. فعموما ايا كان، لو كنت انت جربت او لسه ما جربتش، التانك يستاهل التجربه، التانك رائع، اداؤه رائع، فليفر بتاعه رائع، الفيب برودكشن بتاعه في منتهى الجمال، الايرفلو بتاعته ممتازه جدا. بس برضه هرجع واقول النقطه الاكيده ان هو مش اول داي فيب، لان ما فيش حد يقدر يشرب بالمنظر ده، او دليفري النيكوتين يبقى اوفر قوي كده يعني. الفيب طالع يعني زي ما بنقول ايه، رقيق على 75، مش ناشف كده، لا رقيق وممتع يعني، انا مستمتع بيه جدا. تعالوا نطلع كده للمية تاني زي ما كنا بنتكلم على الكويل، ونجرب هنا الار بي اي السنجل على المية هتبقى عاملة ازاي كده. مية رائع بجد رائع. بصوا بقى اللي انا لقيته او اكتشفته مع البري ميد كويلز اللي موجوده دي، ان الاثنين ادائهم في الفيب برودكشن يكاد يكون واحد، بس في الدليفري للفليفر الدول احلى. هو اكيد يعني، اصل حرق اتنين مش زي حرق واحد يعني، اذا كان انت بتاخد الفليفر من وكايه واحده مش زي ما تكون بتاخده من اتنين، فعشان كده هو اكيد الفليفر في الدول احلى. بس بالنسبه للفيب برودكشن رائع، الاثنين زي بعض بالظبط، مش هتعرف تفرق بينهم. مع الكويلز كمان برضو مش هتعرف تفرق ما بين الثلاثه في الاداء بتاعهم، الثلاثه واحد. بس في الفليفرز انا في الار بي ايز عجباني جدا الدول عن السنجل، انا مركب السنجل، هروح دلوقتي اركب الدول ونرجع نتكلم عليها مع بعض ونشوف الفيب برودكشن بتاعها. ثواني وارجع لكم. وبش الله، يا جماله، يا حلاوته، يا فرقعته، اهي طب يلا. ودلوقتي رجعت لكم تاني لما ركبت دول، وهنتفرج على الفيب برودكشن بتاعه مع بعض. بصوا بقى الفيب برودكشن وقولوا لي ايه الفرق بينه وبين التاني. واحد، على 100 برضو انا بشرب، انا اول تحطه ليه هو قاري ال 0.16 على 100 واط. الليكويد كونسبشن في الـ في الـ في الدول اكتر حاجه بسيطه من السنجل، بس عايز اقول لكم ان الاثنين الار بي ايز الاستهلاك بتاع الليكويد بتاعه اقل من الكويل، فاداؤه في الليكويد كونسبشن بالنسبه للار بي ايز احسن من الكويل. الكويل سفاح.
اتمنى ان انا اكون يعني رديت اعتبار اي جوي بان انا زميت فيهم واكون اديتهم حقهم. التانك بجد يستاهل التجربة، التانك في منتهى الجمال على التشين فيبس دي كلها وعلى اللي انا عملته ده كله. مفيش اي سخنية يعني تذكر، هو سخن مش هنقول لا، بس مش السخنية اللي انا زي المرة اللي فاتت كنت بعمل كده مش قادر المسه، مش قادر احطه على شفايفي، مش قادر اخد النفس حتى عشان اقدر اقول اي حاجة. حتى المود كانت مولعه دلوقتي، المود ملهاش علاقه بالتانك. التانك في نسبه سخونه بس المود ملهاش علاقه بالتانك. رائع 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 رائع. اي جوي انا بشكركم. ليميتلس اكس ال تانك ممتاز، تانك رائع. التشين فيب فيه ممتازه، اللونج فيب فيه ممتازه. اللي يحب يجرب مش هيندم. شكرا لكم ولمتابعتكم للشانل. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. الى اللقاء في فيديوهات تانية. سلام عليكم.